المجهود البدني اللي بذلوه اليوم يعني مجهود عالي كان مجهود جدا عالي. يعني احنا شفنا بعض الدقائق يعني اكو سقوط حالات سقوط كثيره صارت للاعبينه صح يعني بدنيا بالاخير مع العلم انه نزل بديل بدنيا كان التفوق واضح يعني اذا نحن نحكي بالاحصائيات والارقام كان اكو تفوق بصراحه للفريق الاوكراني. هو فريق واحد من فرق القوية صار له تقريبا أكثر من سنة وسبعة أشهر يعدون بهذا الفريق صح. يعني الفريق الأوكراني ما عنده يعني حتى منتخبهم الأول ما كانت أكو عندهم يعني نتائج إيجابية، بالتالي كان الاهتمام بالمنتخب الأولمبي واضح من خلال إعداد بصورة مثالية. يمكن بطولة تولوز أعتقد اللي اللي حتى فرنسا يمكن هو اللي أخذها يمكن هاي البطولة الودية، فيتأملون كثير من هذا المنتخب، فبالتالي هي مباراة بدنية عالية. خوفنا بصراحة من يعني مثل ما قال كابتن إبراهيم يعني ثلاثة أيام هناك مباراة أخرى قمة. المنتخب الأرجنتيني راح يجينا وهو خسران ما ننسى، وهو واحد من المرشحين يعني من المرشحين الفريق الأرجنتيني والفريق المغربي هو أحد يعني المنتخبات المرشحة لنيل